ياخد رايك احنا كده خلاص ناخد الدي ان ايه عشان امشي بقى بتوع ايه الرمز الرابع. ايه بعدين ايه؟ نعم. هو كان بيعمل نيجي للدي ان ايه. الدي ان ايه نمبر 1 هنعمل كي وورد كده ها عشان نقول الصحيح انه بيتكلموا على ايه. اول حاجه it is no and yes identification test. يعني ايه؟ يا يا لا يا انت يا شيء. يعني البنت اللي طلعت تقول لك مش عارفه الدي ان ايه غلطان والناس هاجت او الدي ان ايه ليها فور ريزلت ليها ثالث مش عارفه ايه. البنت ده من اخطار الشوارع اللي قالت ده هو ده اللي اغتصبني وهو ده اللي اعتدى عليا و12 سنه ومتطور انسان هاجت مش عارفه تصرف له وجه استقامي للمراه وخطوها في الاخر البنت كدابه. اه ما كل حاجه برضه بتخسر. بصي يعني انت كنت منشورت واحده طالبه ثلاث سنين الطفله تكذب يا بنتي جيت بحر سنه من اطفال الشوارع معناها 35 سنه اضرب على طول. انت بتتكلم مع واحده طفل اوعى تنسى العيال الصغيره دي انت طلعت طالب ارض خلي بالك منهم دول المصايب مش فاهمه. طب في تعاطف اه في حدود يعني في ناس تقول لك التعاطف المفروض معايا البيت اي حدود لا ليه حدود هنا خلاص بقى في مشينات الشرطة فكان عندها في نفسي الله خلاتك وطالعه في التصوير فاكرين وطالعه ومصوره كانت كده من الاول لاخر الضباط من الاول قالوا انها كذابه بس الناس عارفين انها كذابه. الجمعة كانوا عاملين هجوم والبنت عاملينها ملكه اخر الكذابه طبعا ايه ده على اخر الزمن الدين ايه كذابه بنت صادقه يا الله يسلمك. طب هو اعتقد عليها كده خلاص يبقى نوع نفسه زي ما محدش شاكك في الدنيا خلاص نوع نفسه ايدنتيفيكيشن. نمبر 2 نمبر 2 هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على حاجه اسمها نون او قبل ما اقول النون كودي ممكن هنتكلم على ان الدي ان ايه ده متكون من ايه كنت الهاي كاست بيقولوا عليه ايه؟ نيوكليوتايد. افكرك بالنيوكليوتايد لو مش فاكرها يا عم ارسمها السلم فاكرين الدبل هيلكس لادر السلم اللي عامل كده اللي هو الاي قدامه السي السي سايتوزين قدامه جوانين فاكرين ادينين والثيامين والسايتوزين والجوانين وكل واحده شابكه فيها الشوجر والفوسفيت بتاعتها. يبقى لو انت مش فاكر الدي ان ايه متكون من ايه الدبل هيلكس ها حط الاس جنب بعض الادينين والثيامين والسايتوزين والجوانين السي والجي وكل واحده معاها شوجر وفوسفيت شوجر وفوسفيت. قال لك احيانا الار ان ايه ها كنا بنستبدل الثيامين باليوراسيل خلاص مش مشكله. هي دي ثاني ان انك تتكلمي عن نيوكليوتايد شويه من البايو كيمستري ها. طب نمرة ثلاثة هتدخلي لي بقى في ايه؟ هتدخلي لي في حاجة اسمها النون كودينج اريا. ايه النون كودينج اريا؟ يبقى معنى كده عندنا في كودينج ونون كودينج. ادي التعالي بقى الدي ان ايه دي متكونه من ايه؟ السلسله دي متكونه من ايه؟ السلسله دي متكونه من حاجه اسمها كودينج اريا. الكودينج دي دايما بره فسميناها الاكسون. اما اللي جوه الجمجميه دي خايفين عليها اسمها النون كودينج اريا اسمها الانترون. رغم انها نون كودينج بس خايفين عليها عشان دي بتاعت الفورنسيك دي بتاعت الايدنتيفيكيشن هي النون كودينج اللي تهمنا. امال الكودينج الكودينج دي بتاعت الدكاتره في الباطنه. الكودينج يعني كودينج فور حاجه كودينج فور بروتين اي تغيير فيها تعمل لك المرض. يعني النظام الجديد الكودينج اريا لو اتغير فيك حاجه يبقى هيجي لك سكر. الكودينج اريا لو اتغير فيك حاجه هيجي لك باركنسون.
خدي ما هو دلوقتي شغالين بقى بالجينات او علاج الجينات، يعني ممكن البيبي انا عامله بحث على بيبي الاسس، احنا بنتكلم ان هو يعتبر الاسس مع بتاع النسا، يعني مش مع بتاع النسا، بس انا بتكلم هل ده حلال ولا حرام ان انا اخد واقول لك الطفل اللي هو في بطنك وانا حلو كده اقول لك البيبي ده هيجي له اوزهايمر عن 60 او 60 سنه، اصل الجينات بتاعت الاوزهايمر موجوده فما نتحكم فيها، دي حته الكودنج اللي هي الشغل عادي وعلى الديزيز وكده. النون كودنج النون كودنج اللي هو بتاع الفورنسك اللي هو ربيع انديمتيكيشن، خلاص؟ طب النون كودنج مهم ليه؟ لان هو ده اللي اداكي حاجه اسمها جيناتيك يتيرو جينيتيك دي او ايه؟ مش عجباكي؟ والجيناتيك بوليمورفيزم هي دي اللي ادت اختلاف الناس عن بعض، بمعنى ادت كل واحد يونيك كاركتر، كل واحد ليه يونيك دي ان ايه مختلف عن التاني بتاعي انا بس، وكونستان طول عمري كونستان اول ذا لايف هيفضل ثابت لغايه ما مش هيتغير وموجود في كل الخلايا بتاعتي، يعني ما حدش يقول لازم تاخدي خليه من جلدها، ما ينفعش خليه من شعرها، ما ينفعش خليه من السبيرم، ما ينفعش خليه كلها زي بعض طالما انا واحد. يبقى هي يونيك كارثه وهي دي اللي بتبقى انهارتد من الاب للابن ولل ها؟ عشان اعرف ديسبيوت الباترنتي. يبقى النون كودنج هي دي، هي دي اللي ادتنا الايدنتيفيكيشن لانها حصل كل شخص مختلف عن التاني. سبحان الله كل واحد عن الثاني اكسبت يا فلوره اكسبت اليوني اوفيلر توينز، هم دول اللي مش عاملين لهم حل، اليوني اوفيلر توينز هم دول اللي خايبين، نفس الجينات بتاعتهم واحده ولكن الفينجر برينت مختلفه، فاكرين؟ عشان كده فينجر برينت تظل زي تقول ايه ماليها الابر هاند بالظبط زي الدي ان ايه ها ده بالعكس احنا بنقول على الدي ان ايه ما هو الدي ان ايه فينجر برينتنج، يعني انتوا بتلاقي ايه بتتلزق برضه للفينجر، اوكي؟ طب ايه افهمك بقى باختصار كده النون كودنج ايه دي اهميتها ايه؟ انا بتيجي بس من خلال ايه يعني؟ انت تقولي ادتني جيناتك كتير وجيناتك او جيناتك بوليمورفيزم من خلال حاجتين، قالت من خلال اللانس بوليمورفيزم الطول او السيكونس بوليمورفيزم، بمعنى ايه؟ اللاين ده مثلا مترتب A C C مثلا G بعدين A C C G وقدامه قباله هيبقى لاين تاني. بص ال A C C G ده متكررة هنا كم مرة؟ مرتين. عندك انت تلاتة، عندك ستة، عندك انت سبعة، عندك سبحان الله ال C one اللانس سوري هنا اللانس الطول. كل واحد في الدنيا ليه طول بتاعت ال A C C G مختلف عن التاني. طب السيكونس ايه رأيك احنا زي بعض بالظبط اهو. طيب بص بالظبط ايه الاختلاف هنا؟ بص بص دي ها عملت تي ايه بس دي اي سي زي بعض كل حاجه بس جينا اختلفنا زي انت الاول وانا كل الناس قالك ما زي بعض اهو زي ما تيجي تبصي كده مثلا ايه الانجليش والامريكان انا لاين انا هنا بكتب لا انا لاين ها الاختلاف ايه؟ عمرك ما تركزي فيها مع ان في اختلاف دي لغه ودي لغه دي امريكان ودي انجليش ها اكس وزاد فهنا عندنا برضه الاختلاف في اللام او في السيكونس عشان كده بقينا مختلفين عن بعض سبحان الله جيناتك بولي مورفيزم جيناتك كتير خلاص طب النار كوني الاليه مهمه برضه في ايه ان كمان حابه اعرفك انها بتعرفني بالفاكس انت عندك اكس ولا واي بالظبط عندك واي ولا لا يعني بتتكلم على الواي طب دي ثالث ان اتكلمت فيها رابع ان اتكلمي فيها رابع انا اتكلمت فيها ايدنتيفيكيشن اللي هي مكتوب عندك ايدنتيفيكيشن باي دي ان اي بروفايل بعرفها باخد منين العينات السامبلنج منين قال لك خديها من اي نيوكليت سيل اي نيوكليت سيل بتسمعي عنها خديها يعني ايه كله ما عدا في جسمك في حاجه يخضعوا للمصدر كده الار بي تي نون نيوكليت يبقى بتاخد من كل حته واي بلاد سيل هير فوليكل سيل تي سبول سيل مش عارفه السكين اي حاجه ليها خليه وتاكدي ان مش لازم اما الاقي البلاد بتاعت الولد لازم اقول انا هاخد بلاد من عندك لا انا ممكن اعمل كونفرجن من ما بين بلاد وسكين بلاد وسكين ها نو بروبلم المهم الخلايا موجوده والدي ان ايه موجود لكن مش لازم بلاد يبقى بلاد سيمن يبقى سيمن ما خالص اوكي
طب ايه الماثود بتاعت الدين ايه؟ عندي تو ماثود زمان. التو ماثود المشهورين كان ايام زمان حاجة اسمها ريستريكشن فراجمنت لاند بوليمورفيزم، خدتوها في البايو حتى. نمرة اتنين الشبابيك بيها طبعا على طول البي تي ار. البي تي ار احسن وحدة احسن ليه؟ هي طبعا ريستريكشن فراجمنت لاند بوليمورفيزم كانوا بيستخدموا ريستريكشن انزايم، مش عليك الانزايمز اللي بتقطع وكده، بس عليك ايه؟ دي ليبر مور ليبر، يعني تاخد مور ورك، محتاجه مور ورك، مور تايم، مور اكستنسيف، ها؟ نوت اكيوريت، ما بتدينيش اكيوريتي عاليه، تمام؟ محتاجه لارج اماونت، محتاجه كميه كبيره. لكن البوليمريز تشين رياكشن دي بتاعت اللي بيعملوا لها امبليفيكيشن، يعني ايه؟ جيبيلي اي كميه صغيره وانا قادره ان انا اعمل لك امبليفيكيشن واشتغل بيها. يبقى البي تي ار احسن بكتير، ليه؟ عشان اعكس مور اكيوريت في الكوانتيتي والكواليتي وكله، ولا يفرق مع الكوانتيتي، ان شاء الله هتحافظ على امبليفيكيشن. مش مور اكسبنسيف ولا حاجه، مش مور ليبر ولا حاجه، ها؟ مش محتاجه لارج اماونت، اتفقنا مينيوت اماونت وتشتغلي بيها. اوكي؟ يبقى اسمها البي تي ار او بوليميريز تشين رياكشن. يبقى البي تي ار احسن منها تماما، بيشتغلوا بطريقه ايه؟ على طريقه الاس تي ار او شورت تاندم ريبيت. حاجه اسمها شورت تاندم ريبيت. مش عليكي برضه الحاجات دي، انا عارفه بس تاخد بالك، مش مطلوبه منك عندنا غير انك تعرفي مين احسن ومين اللي بيشتغلوا بيها دلوقتي. مكتوب عندك ريستريكشن فراجمنت بيشتغلوا بيها على السكشوال اوفنسز، غلط. دلوقتي كل السكشوال اوفنسز بي تي ار، مفيش حد بيشتغل بريستريكشن فراجمنت. اوكي؟ طب اخر حاجه برضه سؤال ممكن يجي لك شورت كويشن، اوكي؟ الماجيك وليجال امبورتنت اوف دي ان ايه، ده كل ده شرط للدي ان ايه، لكن اهمهم الماجيك وليجال امبورتنت، ايه الاهميه الطبيه الشرعيه للدي ان ايه؟ ماجيك وليجال امبورتنت، الاهميه الطبيه الشرعيه للدي ان ايه نمبر 1 حلوه في الديزاستر قوي، مطلقه الجماعيه تطلع لك ايدنتيفيكيشن، يعني حاسه العباره دي ان اي، حاسه مش عارفه على سفينه دي ان اي، حاسه اي حاسه فيها ديزاستر، الازهر دي ان اي، شرم الشيخ التفجيرات دي ان اي، بتاع السياره عائشه، اي حاجه فيها على طول بيجمعي واعملي الدي ان اي، بس للاسف احنا ما عندناش الدي ان اي داتابيز، يعني ها اقارن بمين؟ فاضطر اجيب قرايبه والظباط شعور مش الظباط على فكره شغل جامد جدا جدا احسن جهاز كانت سهله. ليه؟ هناك كل حاجه كل حاجه عندهم فايلات، كل حاجه عندهم متعلقه، الظابط من دول بينزل ويفضل يعاين ويفضل يلف ويجيب لك المتهمين والصف عشان تشوفي قرايبهم، تمام؟ لكن هناك الدي ان ايه داتا بيز موجود، كل واحد ليه دي ان ايه سهل على طول ان انا اجيبك. طب يبقى الديزاستر الديسبيوت الباترنتي او بنسميها بقى دلوقتي ايه كبرنا بنقول ايه؟ الديسبيوت بارنتج. بارنتج يعني تشمل الاثنين. بارنت يعني بارنتج يعني بارنت الابوين يعني الاب والام يعني الاهل. تشمل الاب فبنسميها باترنتي وتشمل الام فبنسميها ماترنتي. يبقى انكار الابو الاب او انكار الامومه، تمام؟ الابوه او الامومه. طب الان اللي هي نون كودنج اريا، نون كودنج اريا مشهوره انها بتجيب لي التكست، تطلع لي الواي، فدلوقتي بقينا نعرف ده راجل ولا ست، كمان يعمل لي ان هو ست ويطلع راجل، مش كده؟ طب الايه تجيب لك اي اسئله في اي قضيه، ميردر ريب، اي حاجه، هي دي وظائف الدي ان ايه، هي دي اهميه الدي ان ايه عندنا. مش في الديزاستر ماس ولا الديسبيوت اللي يمكن الديسبيوت اللي شغالين عليها على طول، الاسيلنس الديزاستر وقت الديزاستر، ودي رير في الحالات اللي هما ايه؟ الخمسة يعني، ها؟ النمكو دي الباترنتي والماترنتي الديسبيوت الباترنتي يعني كاتبه لكم ايه اهميه ان انا اثبت ان ده ابوه؟ عشان يدفع عليه فاينانشال، عشان يورثهم يبقى فاينانشال وانهارتنس، ده هي اهم حاجه بتبقى ناحيه الفلوس. فاينانشال وانهارتنس. عشان طبعا يتكتب اسمه يعني. خلاص؟ الماترنتي زي في فيلم اللي هو تتلف قوي على الاثنين بتاع ميرفت امين ومحمود عبد الرحمن، فاكرين الفيلم ده؟ اه ده اللي فرق ايامهم دي ان ايه؟ كانت عارفه ابنها. ما كانتش عارفه ابنها طول الفيلم عارفه ابنها. فلو كان في دي ان ايه كانت تعرف ابنها. الماترنتي احنا بنقولها ليه؟ عشان في كتير بتموت اسمها بتموت ابنها. الانسان في سايد بتموت ابنها، بيقول لك هو انا ولدت هو انا استلمت. هو انا
الاثنين ايه صعبة؟ فممكن ام تنكر يعني صعبة ما تلاقي ام تنكر ابنها، بس الام تنكر ابنها دي تبقى إليجا مطلوبة تبقى أساسا منها إليجا، لكن ام ومجوزة ومخلفة تنكره ليه يعني؟ لا خلص هي عايزة تسيبه للمرضى بتقول انا مش عارفاه خلاص، لكن بقول له لا مش ابني وبتاع مفيش ام تقف تحتها الام الوحيدة اللي بتقول مش ابني لو إليجا خلاص؟ طب طبعا رمضان رابع شكرا.